السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حل المسائل أربعة: تبرير حلول والتحقق منها. صفحة 124. تصافح إذا التمرين الأول: تصافح أربعة أصدقاء عند افتراقهم، كم هو عدد المصافحات؟ لتصافح أربعة أصدقاء عند افتراقهم، كم هو عدد المصافحات؟ اقترح أحمد الحل التالي: كل صديق من بين أصدقاء الأربعة يصافح الثلاثة الآخرين. عدد المصافحات هو 4 × 3 = 12. أتحقق من الحل المقترح وأبرر جوابي. نعم، على بركة الله. التمرين الأول: إذا تصافح الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع، إذا ثلاث مصافحات: الأول تصافح مع الثاني والثالث والرابع، 1 2 3، ثم تصافح الثاني مع الثالث والرابع، إذا هذا الثاني غيتصافح مع الثالث والرابع، يعني الثاني الثالث مع الرابع، أي جوج مصافحات. ثم تصافح الثالث مع الرابع، أي مصافحة واحدة، إذن 3 2 1، إذن فيكون الجواب هكذا. هكذا 3 + 2 + 1 + 1 = 6، أي من الأول تصافح مع 3، الثاني تصافح هذا الثاني، هذا تصافح مع الثالث والرابع، لأنه تصافح مع الأول ثم الثالث مع الرابع، إذا 1 2 3 4 5 6، مفهوم؟ نمر إلى سؤال آخر. أنشئ مستطيلا A B C D حيث، إذا بالنسبة أنشئ هذا طبيعي الحال، أنشئ A B C بهذه القياس: الطول 8.5 و B C 5، ثم أرسم مستطيل وحدد النقطة H من نرسم هذا القطر، هو الأول، القطر هو الأول AC، ثم أرسم AH، هذا AH على القطر كون 1.5، لأن هذا القطر هنا 1.5، ثم أنشئ مستقيم مار بين AH، نعم مار بين AH والموازي AB، هي AB مستقيم AB، هذه قطعة نمرو AB، هذا نرسمو مستقيم يمر من هنا موازي. موازي هو هاد اي اف، والمستقيم المار من اش والموازي بي سي، هاد بي سي، اذا هذا المستقيم، اذا رسمنا هذا ورسمنا هذا، وهنا تكون 1.5. الاحظ الشكل واستعمل مسطرة مدرجة واحسب قياس الاضلاع. مستطيلات شنو؟ E H F B، هادو و E H G D، إذا هادو اللي ملونين، هذا بالأخضر وهذا نشوفو نديرك بقياس بالمسطرة، إذا باش نديرو المساحة ولاحظ الشكل وأحسب المسطرة وأحسب قياس الأضلاع، إذا غير قبل غادي نقسمهم لقينا هكذا. إذا F، إذا نشوفو هنا نديرو بلوت تشوفو في الرسم، لأن إذا FB = OH = 7 ملم،
اش اف بي تساوي 72 مليمتر. اذا اي اش تساوي جي دي تساوي هذا بوحدو، هذا بوحدو، هذا شكل وهذا شكل. اذا اي دي تساوي اش جي تساوي 42 مليمتر. 42 مليمتر بطبيعة الحال هي 4.2، 4.2 هذه 7.2 سنتيمتر. لأن أبي شحال فيه؟ أبي كولو أبي فيه 8.5، أبي فيه 8.5 سنتيمتر، يعني 85 مليمتر. هنا دابا قسنا غير من هنا لهنا، من هنا لهنا، هذا من هنا لهنا، هذا من هنا لهنا، هذا من هنا، ثم هذا مربع وهذا مستطيل. أجوبة هي هادي، غنديرو المسطرة المدرجة، ثم أحسب مساحة تكون من المستطيلين، هادو نيت، أو بي إف أش و إي أش جي دي، وأقارن هاتين المساحتين. إذا مساحة ماذا؟ مساحة أو بي إف أش هذا تساوي 7 في العرض، 7 × 72 هنا 50 504 مليمتر مربع، حول السنتيمتر ولا ماشي. إذا والآخر 12 × 42، إذا صح ماشي. نلاحظوا أن مساحة أو بي إف أش تساوي مساحة إي أش جي دي. إذا هذه الملاحظة، مساحة او بي اف اش متساوية مع اي اش جي دي. نعم، نمر الى سؤال اخر. اقارن النتيجة التي توصلت اليها بالنتيجة التي توصل الى من يجلس بجانبي. اذا نتقارن مع الزميل ديالك اللي في الجانب ديالك، وقال مساحتي مساحة المستطيلين او بي اف اش اي اش جي دي بدون حساب، واعلل جوابي. اذا غادي نحاولوا، غادي نكتب لكم من بعد غير باش تفهموا، انه غنبرهنوا على ان هذا يساوي هذا بلا ما نحسبوا، غير بالملاحظه فقط. إذا أقارن بدون حساب وأعني الجواب. إذا شوفوا لاحظوا معايا، عندنا مستطيل هذا الشكل، هذا أ بي سي دي، هذا أ بي سي دي مقسوم على جوج، ينقسم إلى شكلين. هذا الشكل الأول ها هو متساوين، هذا اللي غطيت اللي هو أ بي سي و أ دي سي، متساوين ياك. ثم غنلاحظوا ان هاد الشكل هذا منقسم الى ثلاثه الاشكال، ا اش او او بي اف اش ثم اف اف اش سي ياك. وهذا ا سي دي مقسم تول ثلاثه، ا اش اي و سي اش جي و جي اش اي دي. انا باش نلاحظوا، لاحظ معايا ان هذا اللي غطيت كيساوي هذا، وهذا كيتكون من ثلاثه وهذا من ثلاثه، غنديروا بحال الاختزال. لاحظ معايا ان هذا اش او ا كيساوي اش ا اي، كيتساوى، غنحيدهم هذو كيتساوى ياك. اش بقى عندنا؟ بقى عندنا هذا كيساوي هذا، سي اف اش كيساوي سي اش جي، كيتساوى، نحيدهم تما. اش بقاو عندنا؟ مادام عندنا هذا كل المثلث الكبير كيساوي لنا هذا، وحيدنا هادو كيتساواو، وحيدنا هادو كيتساواو، اذا راه هاد البرتقالي الشكل المربع كيساوي لنا الشكل الاخضر. اذا غنديروهم دابا كتابة، إذن
نقول نلاحظ أن الشكل ABCD ينقسم إلى شكلين مثلثات الكبار، إلى شكلين متساويين هما ABC و ADC، ياك؟ ونلاحظ أن الشكل هذا الشكل هذا ينقسم لثلاثة، ثلاثة أشكال A E H E B F H E و H F C، إذا جوج مثلثات وشكل رباعي. ثم نجيو لهذا ADC، ها هو ينقسم إلى ثلاثة، ها ينقسم إلى ثلاثة A E H و E H G D و H G C. إذا نلاحظوا أن هادو كيتساواو وهادو جوج كيتساواو وهادو كيتساواو، بقاو لينا هادو لي لوس. إذا نلاحظ أن هاهي A E A يساوي A E H و H F C تساوي H G C، ياك؟ إذا نكملو. إذا بقات لينا غير النتيجة، نقولو بأن مساحة E B F H تساوي E H G D، يعني هذا كيساوي لنا هذا غير بالملاحظة، نعم. نعود هذه، إذن هكذا نبرر، نقول هذه باش نوصلوا أن هذا كيساوي هذا. نمر إلى التمرين الثالث. إذن باعتبار المساحة، باعتبار مساحة المستطيل ABCD وحدة لقياس المساحات، يقول أحمد أن مساحة الجزء الأزرق، هذا الجزء الأزرق الملون بالأزرق، هي 3/16. تحققوا من ذلك وأعلنوا لي جوابي. إذن أول شيء غادي نحسبوا المساحة ديال هذا الشكل، هذا الشكل الأزرق مع الأصفر، يعني من هنا تل. طبيعة الحال أن هذه هي وحدة القياس. شوف معايا هنا، هاد من هنا لهنا شحال هادي؟ هادي كتساوي 1/2 أبي. بعد باش نكتبو، من هنا ها كتساوي 1/2 نص ديال أبي، ياك؟ وهنايا كتساوي النص ديال بي سي، من هنا لهنا النص ديال بي سي. إذا المساحة ديال هذا شناهي؟ المستطيل هي هذا في هذا. إذا هذا شناهو؟ قلنا 1/أبي في 1/2، أيضا 1/2 بي سي. إذا نشوفوها، إذا لاحظ معايا، سنحسب مساحة الجزء الأزرق والجزء الأصفر الصغير. شنو هي؟ هذاك قلنا 1/2 أبي، راك الضلع الطول والعرض هو 1/2 في بي سي، النص ديال بي سي وهذا النص ديال أبي، الضرب بيناتهم. إذا شحال خرج لنا؟ 1/4 أبي في بي سي، أي أن مساحة ABCD هي 1/4، صافي. إذا سمعوا، شوفوا معايا، إذا هنا مساحة ديال هذا خرج لنا 1/4 من كل بطبيعة الحال. ثم غنجيو دابا نشوفو هاد الجزء الأصفر، هاد شوف راه معايا الجزء الأصفر نفس الطريقة اللي حسبنا الجزء كله، هاد الجزء هذا من أ من هذا، غنحسبو هاد الصفر من هاد الصغير هذا اللي حسبنا، من هذا اللي درنا دابا حسبنا 1/4. إذا من هنا لهنا راه هو النص، يعني 1/4 أبي، 1/4 أبي، وهادي واحد من هنا لهنا، واحد ماشي 1/2، 1/4 بي سي. إذا مساحة الجزء الأصفر هي 1/4 أبي، الربع. لاحظوا هنا مقسومة على 4، 1 2 3 4، هذا 4، وهذه أبي سي مقسومة على 4، 1 2 3 4. إذا 1/4 أبي في 1/4 بي سي تساوي 1/16 أبي في بي سي، أي أن المساحة 1/16 ABCD من مساحة ABCD. إذا نمشيو دابا للأزرق، ها
هاد الازرق دابا حنا حسبنا هاد الكولور ما عندناش مشكل، حاسبين هذا حسبناه، بقى لينا الازرق. الازرق غناخدو واحد، ناخدو هاد المساحه ديال هذا كله ونقصو منه هادي. اذا 1/4 مساحه الازرق 1/4 ناقص 1/16. غنديرو توحيد المقامات بطبيعه الحال، هذا 16 يبقى، هذا ضربناه في 4 عطانا 16، والفوق 4. اذا 4/16 ناقص 1/16 هادي بقات، وهادي غيرنا. اذا خرجت 4 - 1/16 هي 3/16، مفهوم؟ اذا هذا هو الجواب، وكنت توصلنا عليه حتى حسبنا الازرق الازرق والاصفر بوحدو والاصفر بوحدو، عاد جبنا الازرق. نعم، نمشيو دابا لتمرين رقم 2.